السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أبو اليمان من قناة التميز للشروحات. بعون الله بهذا الفيديو سوف نتطرق إلى ثلاثة طرق بسيطة من أجل صنع قلم للكتابة على شاشة التاتش للجوال أو حتى التاب، وكل ما سوف نستخدمه عبارة عن أدوات بسيطة متوفرة لدى الجميع في البيت. ونبدأ معكم إخواني في الطريقة الأولى. نحتاج إلى قلم رصاص كما تشاهد، عليه مساحة أو قطعة بلاستيك الموجودة بالأعلى، ومن ثم نحتاج إلى دبوس، طبعا هذه الدبابيس التي نستخدمها عادة في تثبيت الأوراق على الألواح الخشبية مثل هذا الدبوس، ومن ثم نحضر قطعة من ورق الألمنيوم أو القصدير ونقوم بثنيها كما تشاهد. ومن ثم نقوم بتثبيتها على قلم الرصاص بهذه الطريقة، ونقوم بتثبيت الدبوس على قطعة البلاستيك. طبعا استخدمنا الدبوس لأنه ذو ملمس ناعم على الشاشة ولا يقوم بتجريح. نقوم بتثبيت الدبوس كما تشاهد من أجل تثبيت قطعة القصدير، وبإمكانك وضع شريط لاصق على قطعة القصدير. نقوم الآن بتجربة هذا القلم على الجوال. كما تشاهد فإنه يعمل بطريقة سلسة ولا يوجد فيها أي مشاكل. سنقوم الآن بالكتابة باستخدام هذا القلم. نكتب قناة التميز، وأي عبارة أخرى بإمكانك كتابتها، وكذلك بإمكانك أن تقوم برسم أي شيء باستخدام هذا القلم. طبعا لست مبدع في عملية الرسم، ولكن لا بأس من المحاولة. ونأتي الآن إخواني إلى الطريقة الثانية. نحتاج إلى قطعة من الألمنيوم، طبعا مثل هذه القطعة عادة توجد في الأنتين الخاص في التلفزيون، إذا كان يوجد لديك إحداها تالف لا تستخدمه. وأيضا نحتاج إلى قطعة من الحديد كما تشاهد، ذات رأس مدبب مثل هذا الشكل، طبعا وجدتها في إحدى القرطاسية الخاصة في الأطفال. طبعا الرأس المدبب يجب أن يكون ناعم الملمس لكي لا يؤثر على الشاشة إطلاقا ولا يقوم بعملية تجريح على شاشة الجوال كما تشاهد. الآن سنقوم بنزع هذا الرأس، ونقوم مباشرة بتركيبه على قطعة الألمنيوم. طبعا سهلة العملية جدا كما تشاهد. والآن سوف نقوم بتجربة هذا القلم على شاشة الجوال. شاهد معي يعمل بطريقة جميلة جدا وسلسة. وسنقوم بالدخول إلى برنامج الوايت بورد لنكتب بعض العبارات لتجربة هذا القلم. مثلا عبارة قناة التميز. والطريقة الثالثة إخواني، نحتاج إلى إحدى أكياس الشيبس، طبعا من الداخل تكون مغلفة بمادة من أجل حفظ الطعام تقريبا مثل القصدير، ونقوم بقص قطعة صغيرة من كيس الشيبس طبعا، وتقوم بغسلها أو تنظيفها من الداخل من المواد الزيتية. وبعد تنظيف قطعة كيس الشيبس إخواني، نقوم بتثبيتها على قلم الرصاص بهذا الشكل. طبعا عادة كيس الشيبس يكون ملمسه ناعم على الشاشة ولا يقوم بعملية التجريح نهائيا. وبإمكانك أيضا أن تقوم بوضع شريط لاصق على القطعة الصغيرة بهذا الشكل. وسوف نقوم الآن بتجربة هذا القلم على الجوال. شاهد معي أن القلم يعمل بشكل لا بأس به، وأيضا عملية الكتابة به سهلة جدا.
وفي نهاية هذا الموضوع لا يسعني إلا أن أقول لكم شكرا على المتابعة. وأخيرا إذا أعجبك الموضوع لا تنسى الاشتراك بالقناة ولا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب وانضم إلى صفحتنا على الفيسبوك.